تتحرك العضلات الأنفية الأسماك مش تتحرك، ففي الحالة دي العضلة اللي بتقطع
ما كل ما تكتر ودي مش عايزه تكتر البديل ده هتعمل ايه؟ ترفع ضلوع يبقى مين اللي اتحرك في الحاله دي الاورجن ولا الانترشن ولا كده؟ ايه؟ الاورجن يبقى لها سؤال العضله ما بتنطبق مين يتحرك ومين ما يتحركش؟ الاورجن ثابت والانترشن يقرب منه ممكن يحصل عكس ولا مش ممكن؟ مشكله في الكلام؟ الجايه بقى بعد كده يا اولاد متابعين بعد كده اولاد ايه الرصد will be have more one origin than one interface اكيد الناس القاعدة الصحية سمعنا القاعدة اسمها باين اثنين وفي ترايس وفي كوز لما عدل القاعدة اكتر من جزء هل تبقى ورشة نقطة واحدة ولا هو نقطة كثيرة ولما تيجي تعمل الاسترشة ممكن تعمل الاسترشة في اكتر من نقطة يعني في عضلة القانون ان العضلة لها اورجن ولها ايه؟ انسرش لما بعض العضلات لها اكثر من اورجن ولها اكثر من ايه؟ من انسرش فالاول نسكو اللي هو لمبي زي ما قلنا مين مور بروكسيمال من مور ديستا بعد كده الاورجن مور ايه؟ بروكسيمال والانسرشن مور ايه؟ ديستا تمام بص التابلة كده والشكل الجاي مكتوب هنا كده يا ولاد ان كيس اوف ذا لمب وحالات الاطراف اللي هو الاور لور الاور اورجن ار يوجوالي بروكسيمال والانسرشن ايه يا ولاد؟ ديستا يبقى مور بروكسيمال الانسرشن مين يا ولاد؟ الارض طب اسال بقى سؤال مكتوب هنا بيعيدوا كلام تاني ديورينج كونتراكشن انقباض ديورينج كونتراكشن انقباض التواصل ده انسرشن اللي هي نهايه العضله المصاب النهايه موف توارد ذا اورجن على ناحيه الارض ده بروديوسنج ذا موفمنت في ريليتد ماسل طبعا انت لما بتتحرك كده الحركه حصلت في ده مع كده متفاصل يعني احنا قلنا العظم بيعمل الحركه ازاي بحاجتين بدي تثبيت العضلات واعمل كمان ايه يا اولاد مفاصل شو ده كلام زي كده يعني ايه واحد فينا بيتحرك ازاي؟ عضله بتنقبض وعظم بيتحرك طب الحركه دي بتحصل عند مين؟ عند جوينت مش كده برضه ولا اسال سؤال الصفحه دي كلها قراءه رشيده بتاع سعيد مش هكذب مش كده دلوقتي انا راح اجيب صراحه يفهم نفسه انا حتى اجيب سؤال اقول لك قول لي ايه؟ انا اجيب السؤال ادق من كده بكتير يبقى اقول تاني يبقى اي عضله ليها بدايه ونهايه البدايه اسمها ايه؟ اورجن والنهايه اسمها انسرشن العضله لما بتتصاب تكسر ولا تطلع تكسر تطلع مين لمين لما كده من الانسرشن للانسرشن الاورجن ممكن يحصل عكس مين اللي اتحرك الاورجن مين اللي اتثابت الانسرشن مش كده بقى يا ابني سيبه تعبان بقى الراجل بيشقى طول الليل مش كده بقى طول الليل بنذاكر سيبه ينام شويه بس محاضره ينام فيها شويه مش كده يصحى الفايبر يعني كفايه الفايبر مش شامل طول المحاضره وانت موت ودكتور
تشد عليه وطول عمرك فيعمل ايه في العظم لما كده ديليتيشن او ريجيشن. فدايما لما بنمسك عظم من العظم بتاعنا فلقيت بارده كده ودي بارده كده ودي بارده كده اقول ده العضلات اللي متثبته هنا كانت متثبته في ايه؟ بأوتار بتندل. اما لو العضله ثابته بلحمها يبقى ده ليش مش اي اثر على العظمه مش كده؟ الكلام ده هناخد ابلايد عليه لما تشوف العظم في الترم الثاني. ارجع للاستاذ يبقى العضلات اشهر اتاج اللي بتفتحها تبقى متثبته في لما كده في البون. تاني اتاج انت هتيجي لاحظ تالت اتاج تبقى متثبته راح في الجلد. عضلات الاكسبريشن بقى اول حاجه انتوا خدتوها طبقات الجلد كم طبقه؟ بشره وقدم. القدم بالانجليزي اسمها درم والبشره عليها من بره اسمها ايبي درم. طب انت عايز تقول ايه؟ يعني انا لما تيجي تقول في الهيستولوجي الجلد ده كم طبقه؟ لو معاك كده اثنين طبقه البشره اللي هي الايبي درم. على فكره احنا اتفقنا ان كلمه اي بي اي يعني حاجه على حاجه. يبقى الايبي درم دي شويه خلايا تحتها شويه الياف اللي هي الدرم والعضلات جوه بتاعت الاكسبريشن. يبقى لو عضلة الاكسبريشن في وشي هتطلع من العظم وتنتهي في الجلد تنسرت فيه تبقى انسرت في الدرمس ولا الايبي درمس؟ في الدرمس. شد عليه تعمل حركه. العضلات اتسجل في الدرمس في عضلات الاكسبريشن بتاعت ايه؟ السكين بتاعته ما شاف اي واحد فينا صعب. يبقى لو انا كنت سالتكم سؤال كم نوع اتسجل في الجلد دلوقتي يا بريات؟ اثنين. اتسجل للبون مش كم ذا كومن تايب تكون اكثر حاجه اتسجل للبون ومكتوب فيها ايه؟ أمطل يبي أتاج تبون أيضا دايركتلي. إيه معنى دايركتلي؟ بلحمها. إيه معنى دايركتلي؟ بلحمها. إيه معنى دايركتلي؟ الفريش المصري فايبر بتاعتها ودي ما بتسيبش أصلا. أو بمين لو ما كده بتندل وتندل يعني إيه؟ وسط اللي هو في نهاية العضلة وبداية العضلة بتثبت في العظم إزاي؟ مش تفضل بقى يا إما هي لازقة وش عليه كده باللحمة اللي إحنا بناكله ولو حد فينا غاوي كده ياكل الفراخ انا ولازم انت بتاكل ده زحمه بتتشال من العظم بسهوله جدا مش فاهم بقى تحت ال انا ولازم عشان في بس تاني بعد كده او بتاني تالت حاجه تو ذا سكين اماصل الانسيرتد في الديرمس. مين الديرمس دوت؟ الطبقه الداخليه بتاعت الجلد. الجلد طبقه اسمها ايبي ديرمس والجوه اسمها ديرمس. الديرمس ديت القدمه اللي انتوا خدتوها في السيرولايمس القدمه او اسمها بالانجليزي ديرمس وهتبقى متغطيه من بره طبقه اسمها البشره اللي اسمها ايبي ديرمس مش كده؟ طب العضله جايه العظم طبعا بره كده هتلاقي مين اللي طريقها الديرمس وهي اللي بتنسب كتير صح كده؟ العضلات بتبقى متثبته في كارب اللارس ده الحنجره اللي انت بتتكلم فيها. بص في رسم الكتاب على اليمين فوق كده ولين لو حد كده في الرسمه اللي على اليمين فوق هتلاقي رسم لنا حنجره حتى تصدق انا ولين الرسمه ديت اللي فوق على اليمين دي حنجره بني ادم ده اللارس كل الناس تبص عليها. اللارنج اللارنج صوت عالي جدا. في عضله هنا في اللارنج اسمها كتير سيرويد لسبب علو صوتك مش مهم اسمها لما بابا يتنفس جدا تقول تعالى بقى وانت العضله مش هتنفس. العضله دي عارف عايزها مين يا اولاد؟ العضله دي يا اولاد هي بتشد الاحمال الصوتيه. لو عندك جيتار او جمانجا هتضرب عليك يعملوا انت الاوتار لو حد يشدوها تشدوها كمان نبره عاليه جدا. ربنا عمل احبال صوتيه جوه الحنجره حد يمين وحد شمال كل ما يتشدوا قوي يتشدوا عضله اسمها ايه العضله دي؟ جريك وسايرو تتفضل الامثله مربوطه انما اكيد انا عندي عضله بتعلي صوتي مش كده؟ لا العضله دي يا ريت المصيب كلها مش اللي هبل يبقى العضله الخاسه بتتحصل فلازم تبقى احسن دوله في العالم بتقعد في حته تاني الناس كلها بتعمل كده بصراحه حتى الدكتور في المحاضره كانوا جينا العضله اتاتش. يبقى العضله اتاتش لثلاث حاجات اللي يقدر يقول الدارس ده كارتس الدارس ده ايه؟ كارتس والعضله اللي كافته كده فكارتس عندي كام حاجه اتاتش كده ثلاثه. لو واحد عنده تكون غاليه جدا جدا شراها من بره واتقطع كده اصلا وعايز يلبسها يوديها لحد اسمه الرقبه. الرقبه دوت واحد فنان جدا يمسك فيه كده رفيع فيها البعضات. حد عارف حاجه زي كده؟ مش عارفين مش فاهم. ربنا عامل ده ايه؟ حاجة اسمها راتي. اسمها ايه؟ راتي. الراتي ده عبارة عن مين؟ عندنا كده الرسمة اللي تحت على ايدك اليمين. هتلاقي احنا زمان كنت بقول واحد رافع كفه كده. ماوس دوت عايز اقفله من تحت بعضه. فربنا جاب عضلة من الناحية اليمين بتاع المنزول اسمها مايلو هيرد. مش هنحفظ اكزامبل على فكرة مش عليك. اسم بس الفكرة يعني من غير اكزامبل. عضلة دي نازلة كده يمين والتانية نازلة شمال، يبقى هنا في عضلة يمين وعضلة شمال. في النص ربنا عمل ايه؟ خيطهم في بعض. حط بينهم شريط من الألياف.
fight for a fish. يبقى الألم ده لو بقى كده كأنه شريط في النص. طب كل الوصف بتاعتنا حد يقول لك كله ولا لا؟ أنا دكتور عضلة تيجي من دي والتانية تبقى من هنا. والاثنين مع بعض بقوا شيت واحد. الشيت الواحد دوت عضلتين، طب مين اللي استفدتهم مع بعض؟ فايبرستين شريط من فايبر سيجون، سيبتم من الفايبر سيجون، حاجة من الفايبر سيجون، بنسميه رافي، بنسميه رافي، رافيناها ببعض. ده انت لو قعدت مع عم محمد البواب النهارده على باب العماره قلت له فين الرفه اللي في المنطقه؟ يقول له عم قفل دروستاف انما في السوق اللي هناك في رفه، يعني هو عارف الرفه مش وانت مش عارف الرفه، مش كده حاجه تشيلها تتم. رجعنا مع بعض هنا جيت قبل ايه؟ طلب التحكيم، طلب التنصب بالوظيفه، ايه اللي مكتوب بقى؟ عندنا اتاتشمنت تو ا فايبرس رافي. رافي 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 ايه؟ رافي. ايه هو الرافي بقى؟ اتزا يعني شريط. سبتم حاجز معمول من ايه؟ الفايبرس تيشو. ثرو ويتش من خلاله تو مصر الفيون تلتحق مع بعض وتلتصق مع بعض. يبقى انا عندي عضله نازله من اليمين نبص في الرسمه وعضله جايه من الشمال. فين الرسمه اللي بتبص عليها من انا حسيت انك بتبص على رسمه ثالثه. فرجوا مع بعض عضله جايه يمين وعضله جايه شمال. لو حد قال فين الرسم في الرسمه يا معلم؟ نقول غير الرسم في الرسمه. الخط ده ما شاء الله ده محيط الخط الابيض ده. وصلت عضله بعض. لو انت تخيلت ذلك يبقى عملت شيت. قفلت بيمين من تحت مش كده ولا لا؟ ده اسمه ايه يا اولاد؟ رسم. انا هتكلم بالكليه كده لو خدنا محاضره زي الاسبوع الجاي قعدت مثلا بعد الدور من ثلاثه لاربعه. بلاش مش كده؟ يعني احنا اتفقنا عليه حتى